مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نرحب بكل اهلاويه اللي بيتابعونا ويبتدوا معانا حلقه جديده من السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم. اجتماع اتحاد الكره النهارده هو العنوان الرئيسي والاساسي في الحلقه. هنتكلم معاكم في كل التفاصيل، هنتكلم ونطرح ايه اللي تم التوصل ليه في الاجتماع. عندنا مشكلتين وازمتين، ازمه على المدى القصير مرتبطه بكاس مصر وماتشاته، وازمه على المدى الطويل وهي الحقيقه عقده الحقيقه بالنسبه للكره المصريه فيما يتعلق طبعا بالموسم الجاي، موسم في منتهى الصعوبه، ارتباطات على مستوى الانديه، ارتباطات على مستوى منتخب مصر، وكلها الحقيقه ما تقبلش الاسم على الاثنين، كلها في منتهى الاهميه. هنتكلم مع حضراتكم ونقول لكم الحقيقه اهم ما نتج عن اجتماع النهارده والجاي، سواء فيما يتعلق بمناسبه احنا اللي يهمنا طبعا كاس مصر، سوبر مصري، دول مسابقتين الاهلي حاطط عينيه عليهم، ويهمنا كمان الموسم اللي جاي على وجه التحديد ما يتكررش الازمات وما نشوفش المشكلات اللي حصلت في الموسم الاخير. قبل ما ابدا الحلقه وادخل في التفاصيل واقول لحضراتكم عناوين اخبارنا، وبالمناسبه حلقه النهارده انا اتمنى ان شاء الله ومتوقع انها تعجب حضراتكم، دسمه ومليانه كوره ومليانه متعه، اتمنى ان شاء الله تتابعونا على مدار الحلقه. خليني بس في البدايه كده نقطه نظام اطرح علامتين استفهام. علامه الاستفهام الاولى الحقيقه مرتبطه بصفقات الاهلي الجديده، وانا اعتقد انه اغلب ردود الافعال يعني الاغلبيه الكاسحه ان ما كانتش، مش هبالغ لو قلت كل جماهير النادي الاهلي سعيده بالصفقات اللي ابرمها النادي مع الاسماء الجديده اللي هتنضم سكواد الفريق واللي هتشارك معانا في مسابقات طبعا مختلفه. اعتقد انها هتبقى دعم كبير جدا للنادي الاهلي في مشواره في كل البطولات، واولها بالمناسبه كاس مصر، لانه احتمال كبير جدا او الاغلب والجاهز انه صفقات الاهلي الجديده تشارك مع الفرقه في مشوارها في كاس مصر. في الوقت اللي الجماهير كلها فرحانه الحقيقه، ناس كتير جدا طالعه بتتكلم على صفقات الاهلي وبتتكلم على ليه الاهلي بيمضي مع اللعيبه عقود طويله المدى، وليه الاهلي بيدفع الفلوس دي كلها، وليه صفقه زي صفقه بيرسي تاو تتكلف $1,800,000. انا هتكلم الحقيقه او هرد في ناحيتين تحديدا، الناحيه الاقتصاديه، ناحيه اللي ليها علاقه بالشق المالي او الجانب المالي من الصفقات، والناحيه الفنيه. الشق المالي بيقول انه النادي الاهلي تقريبا هو النادي الوحيد اللي ليه مردود اقتصادي كبير جدا، سواء من، مش هكلمكم على فكره الرعاه ولا فكره الدعايه والاعلان او البراندنج في استخدام اسم النادي الاهلي، لكن هكلمكم في الكوره على اقل تقدير. هكلم حضراتكم في قيمه جوائز ماليه حققها النادي الاهلي في فتره تقل عن السنه بحوالي شهرين ثلاثه، تقريبا توصل لحوالي 7-8 مليون دولار. بكلمكم على بطولتين افريقيا، بكلمكم على برونزيه كاس عالم انديه، بكلمكم على سوبر افريقي، ده بره تماما يعني قبل ما ادخل في الحسابات فكره الاعارات اللي الاهلي مطلعها سواء جوه مصر او بره مصر، او اكلم حضراتكم عن صفقه لبيع لاعب واحد بس من نادي الاهلي. انا بكلم حضراتكم عن رقم يقترب او يتراوح ما بين 7-8 مليون دولار. في نفس الوقت اللي الاهلي بالتاكيد طبعا بيسعى لدعم فرقته من الناحيه الفنيه، بالتاكيد عنده ميزانيه تسمح له يتحرك بالشكل ده. كان متوقع انه انا اشوف السؤال ده بيطرح على انديه ثانيه في الدوري المصري، يعني افهم كويس قوي انه اللي بيطرح السؤال ده حرصا على فلوس النادي الاهلي انه يطرحها على انديه بتنفق مئات الملايين، يعني انا بكلم حضراتكم عن ارقام فلكيه، ارقام او سقف التعاقدات في بعض الانديه المصريه يتجاوز بمراحل كبيره جدا، وممكن اكلمكم بالارقام واقول لكم اسماء لاعبين واقول لكم اسماء انديه على وجه التحديد والمحصله صفر. انا مش هتكلم هنا على اسم نادي ولا هقول صفقه لعيب او لاعبين تمت، لكن لو تبص العقود لاعبين في بعض الانديه المصريه بالتاكيد قيمتها تتجاوز اجمالا ما يتم انفاقه على صفقات النادي الاهلي، والاهم من ده ان مردود هذا الانفاق صفر صفر، ومحدش حط علامة استفهام، ومحدش سأل الأندية دي ليه بتصرفوا الفلوس دي كلها، ومحدش سأل الأندية دي إيه هو مردود حجم الإنفاق المهول اللي بيتم إنفاقه في مقابل دعم الفرق بتاعتكم باللاعبين. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، طبيعي جدا فريق داخل يلعب في بطولة أفريقيا وعنده رغبة في إنه يحافظ على لقبها للعام الثالث على التوالي والمرة الـ 11 في تاريخه، وطبيعي جدا فريق عنده سوبر افريقي هيواجه فيه الرجاء المغربي، وطبيعي جدا فريق هيلعب في كاس عالم نفسه يحقق فيه انجاز يتجاوز ويتفوق على الانجازين اللي حققهم قبل كده بتحقيق ميدالية برونزية، انه يدعم فرقته بافضل اللاعبين. هو الاهلي ما يعملش صفقات يقولوا الاهلي ما بيعملش صفقات ليه؟ الاهلي يعمل صفقات يقولوا بتعملوا صفقات ليه؟ شيء الحقيقة غريب ومحير جدا. الجزء الثاني او علامه الاستفهام الثانيه الحقيقه مرتبطه بحجم التجاوزات في الدوري المصري.
انا مش بتكلم على اسم نادي وبرده مش بتكلم على اسم لاعب، لكن ثقتي كبيره جدا في انه يعني الاغلبيه العظمى برده من الجماهير الكره في مصر زهقت وتعبت، تعبت من كم القبح، تعبت من كم السفاله والانحطاط اللي بقى جزء من روتين الكره في مصر. لغايه امتى هنستحمل؟ لغايه امتى هنشوف المشاهد دي ونسمع الالفاظ دي اللي بتدخل بيوت المصريين كلهم؟ الكوره اللي كانت جزء كبير جدا من مساحه الترفيه والمتعه عند المصريين بقت جزء الحقيقه للاسف شديد جدا بيضايق المصريين، بيوجع ودانهم وبيوجع عقولهم وبيوجع عيونهم. امتى، خليني اسال سؤال تاني، امتى ممكن يكون في تجاوز، او ايه هو نوع التجاوز اللي ممكن في يوم من الايام يستدعي عقوبه شطب اللاعب؟ القانون او اللائحه او النظام اللي ما بتحققش الهدف منها، اما انه قانون فاشل او اما ان هو قانون فاسد، ملهاش تالت. والسؤال الاهم للناس كلها، مش انا اللي بساله على فكره، السؤال ده مطروح من كل الناس المحترمه اللي بتتابع الحال اللي وصل، الحال المتردي اللي وصلت ليه اخلاقيات كره القدم في مصر، واللي ناس كتير جدا بتشجع ده للاسف. امتى ممكن يكون في ردع؟ امتى ممكن يكون في عقوبه تحقق الردع؟ ايه هو المثل الاعلى او القدوه اللي احنا بنقدمها للاجيال اللي طالعه؟ ازاي نمنع حاله القبح والتردي والانحطاط دي وننهي المشاهد المؤسفه دي من ملاعبنا؟ هفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا طبعا على السوشيال ميديا، اخر ماتشات الاهلي طبعا في الدوري مع اسوان، افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر جماهير النادي الاهلي في مباراه الاهلي واسوان الاخيره، ونبدا مع حضراتكم حلقتنا باهم العناوين. سيد عبد الحفيظ يمثل الاهلي في اجتماع الانديه مع اتحاد الكره. المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادا لمواجهه انجولا في تصفيات المونديال. خطوة واحدة تفصل صلاح عن رقم قياسي جديد. امبابي يستسلم لرغبة باريس سان جيرمان في استكمال الموسم الحالي. ناشئو مصر لكرة السلة رابع العالم بعد الخسارة أمام بيلاروسيا. أهلا وسهلا بحضراتكم. طيب زي ما قلت لكم طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي حضر النهاردة ممثلا طبعا عن النادي الأهلي اجتماع اتحاد الكرة اللي عقد الاتحاد في حضور طبعا اعضاء اللجنه الثلاثيه برئاسه احمد مجاهد اللي بتتولى مسؤوليه اداره اتحاد الكره. ويمكن الاجتماع بدا بدايه طبعا انه سيد احمد مجاهد استعرض مع ممثلي الانديه، هم 20 نادي حضروا الاجتماع ده، 20 نادي منهم 18 نادي بيلعبوا في الدوري، والناديين التانيين هم بتروجيت واسوان عشان دول طبعا بيشاركوا في الكاس. بداية طبعا تم استعراض أجندة الدولية لمنتخب مصر، يعني أنت عندك أجندة دولية حافلة، عندك تصفيات كأس عالم هتبتدي إن شاء الله مع بداية أول سبتمبر، عندك 1 و5 الجابون، وبعد كده بقى ليبيا، وبعد كده تلعب راوند 2 في التصفيات لغاية لما إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طبعا نتأهل كأول مجموعة عشان نقابل واحد من العشرة الكبار في مشوار تصفيات كأس عالم. عندك مشاركة منتخب مصر في كأس العرب في شهر 12، عندك كمان مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا في شهر يناير اللي جاي، وبالتالي دي الأجندة الدولية بتاعتك. وطبعا طبعا يعني إن شاء الله بإذن بعد الأجندة الدولية أو بعد أمم أفريقيا مشوار منتخب مصر إذا ما وصلنا للتأهل لكأس العالم هيبقى محتاج إنه يحضر ويجهز لأنه كأس العالم السنة الجاية. على الناحية التانية عندك ارتباطات كبيرة جدا وكتير جدا للأندية المصرية اللي بتشارك في البطولتين، سواء دوري الأبطال في نسخته الجديدة أو الكونفدرالية، ضيف عليهم إنه كمان الأهلي عنده المشاركة في كأس العالم للأندية. الكلام ده الحقيقة كله يستدعي إنه يكون في وقفة، سواء فيما يتعلق ببداية الموسم الجديد أو فيما يتعلق باستكمال كأس مصر أو فيما يتعلق بشكل الدوري في الموسم الجديد. هبتدي بكأس مصر اللي الأهلي أكد فيه على نقاط ثابته مفيش تنازل عنها عشان ما نكررش اللي حصل في الدوري. بدايه الاهلي رفضوا نلعب مباراه كل 72 ساعه، وفي الحاله دي اذا كان الدوري هيبتدي زي ما الاتحاد عايز في نهايه شهر سبتمبر، اعتقد هيبقى في صعوبه شديده جدا ازاي تتعامل. الاهلي عنده 16 وان شاء الله 8 وان شاء الله 4 ونوصل للنهائي. الزمالك عنده قبل النهائي والنهائي بس، لو وصل لو تجاوز اسوان وده الاحتمال الاقرب يعني فهيكون عنده المباراه النهائيه. الاهلي رافض تماما مبدا انه يلعب 72 ساعه كل 72 ساعه ماتش.
الفكرة اتطرحت انه نكمل كاس ولا ما نكملش الكاس، قال لك 17 نادي من اللي حضر وقال لك لا هنكمل كاس، ثلاثة بس اللي اعترضوا على فكرة استكمال الكاس. النقطة اللي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالكاس انه الاهلي من حقه مشاركة المحترفين الجدد اللي انضموا لصفوفه. فيما يتعلق بنقطة الحكام الاجانب، طبعا الاتحاد يمكن كان رفض طلب النادي الاهلي استخدام حكام اجانب الموسم الاخير، وتم طرح النقطه دي للنقاش، والاتحاد اكد انه ما عندوش من حيث المبدا مانع، يتم الوضع يعني شكل معين، اتفاق معين يتم من خلاله الوصول الى فكره الضوابط اللي بتحدد استخدام حكام اجانب من عدمه، لكن الاتحاد اكد انه ما في باب استدعاء الحكام الاجانب او الاستعانه بالحكام الاجانب مش مقفول. فكرة الدوري بقى، والدوري ده الحقيقة طرح فيه أكتر من تصور وكلهم تم الاعتراض عليهم. يعني بداية كان في فكرة أنه الدوري يتلعب من مجموعتين، يتقسم عدد الفرق على مجموعتين، كل فرق تلعب في مجموعتها، وبعد كده يختاروا من كل مجموعة أربع فرق يلعبوا بقى قبل نهائي ونهائي، يلعبوا دورة مجمعة، وده رفض. في نفس الوقت اللي طرحت فيه فكرة قبل كده أنه يتم لعب دوري من دور واحد، يعني نلعب ليج واحدة ما نلعبش التو ليجز، وده طبعا هيبقى فيه مشكله فيما يتعلق بمبدا تكافؤ الفرص، فرقه تلعب على ارضها ولا تلعب على ارض محايده، وده ايضا تم رفضه. على كل الاحوال اللي تم الاتفاق عليه النهارده ان قرعه الدوري هتتعمل يوم الثلاثاء اللي جاي، بعد يومين من النهارده هتتعمل قرعه الدوري الجديد، وهيتم طرح الموضوع بشكله المتفق عليه. خليني اقول لكم كمان فيما يتعلق ب النقطة الخاصة برابطة الأندية. الحقيقة يمكن اتحاد الكرة أو اللجنة الثلاثية طلبت من الأندية أنها تحط أفكارها وتصوراتها فيما يتعلق برابطة الأندية اللي من ممكن أنها تتولى بقى مسؤولية إدارة المسابقات، مسابقة الدوري على وجه التحديد. ومنتظر أنه أتمنى الحقيقة أنه ده، إحنا بنتكلم على رابطة الأندية دي بقالنا سنين طويلة جدا ومفيش حاجة دخلت في إطار التنفيذ، لكن نتمنى أن دي تكون بداية حقيقية انه الانديه تتولى بقى اداره مسابقاتها زي ما بيحصل في العالم كله. واعتقد ده لو حصل هنتفادى جزء كبير جدا من المشكلات اللي عايشه معانا بقى لها سنين طويله جدا ومش عارفين نلاقي لها حلول جذريه، وفي نفس الوقت يدي مساحه اكتر لاتحاد الكوره يبعد عن حاله الصداع وحاله الاشتباك المتواصله، ويركز اكتر في اللي ينفع ويفيد ويضيف للمنتخبات بمختلف اعمارها. هروح مع حضراتكم لفرقه الهاندبول طبعا اللي مشرفانا الحقيقه ومحققه ومكسره الدنيا في المغرب، في مكناس تحديدا بيلعبوا بطوله ابطال كؤوس افريقيا. النهارده البعثه الحقيقه احتفلت بعيد ميلاد احمد راضي لاعب النادي الاهلي. اللي متابع اخبار الهاندبول او متابع فرقه الهاندبول، فرقه حققت ثلاث انتصارات متتاليه على بطل الكاميرون وبطل كوت ديفوار وبطل نيجيريا. دي لقطات الحقيقه من الاحتفالات طبعا بحضور الوزير عمرو فاروق طبعا رئيس البعثه مع ابطالنا اللي موجودين في مكناس. كل التوفيق، اعتقد عندهم ماتش بكره مهم جدا، وان شاء الله باذن الله يعني النتائج اللي عملوها الحقيقه في المجموعه بتاعتهم تقول ان هم قادرين على حسم اللقب وان هم يرجعوا لنا ان شاء الله بكاس افريقيا من المغرب. ويمكن الاحتكاكات الحقيقيه او الاختبارات الحقيقيه في البطولات اللي من النوع ده بتكون دايما في الادوار النهائيه، سواء كان دور قبل نهائي او دور نهائي. عندنا كره عالميه هناخدكم النهارده في جوله رائعه، حاضر معانا دوري الماني بايرن ميونخ باير ليفركوزن، ماتشات فيها اهداف كتيره جدا واهداف ممتعه. حاضر معانا كمان دوري برتغالي، حاضر معانا دوري هولندي، وبالتاكيد طبعا معانا النهارده مفاجاه لكل عشاق الريدز، كل عشاق ليفربول هيكون معانا النهارده في حلقتنا في السادسه صوت الانفيلد من خلال الفيديو كونفرنس، هيكون حاضر معانا في اللقاء، اتمنى انكم تستمتعوا بيه. قبل ما نتواصل مره ثانيه ونكمل فقراتنا، خلينا نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا، مين هم افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي واسوان؟ طبعا على كل صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام، في انتظار رد حضراتكم على السؤال. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه في السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. خليني طيب قبل ما ندخل بقى في الفيديو كونفرنس اقول لكم بس بدايه قرارات اداره المسابقات في اعقاب الجوله الاخيره من بطوله الدوري. خليني اقول انه اداره المسابقات باتحاد الكره المصري اعلنت عن قراراتها عن مباريات الجوله الاخيره لمسابقه الدوري
الممتاز على النحو التالي. بداية طبعا عندنا غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20,000 جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري. إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر المقصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث. إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث. إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون. غرامة مالية 100,000 جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي. غرامة مالية 100,000 جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما أدى إلى توقفها لمدة 3 دقائق. إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها. إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100,000 جنيه للسلوك غير الرياضي. إيقاف محمود عبد الرازق حسن الشهير طبعا بشيكابالا لاعب الزمالك 8 شهور وغرامة 500,000 جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها. دي عقوبات طبعا الخاصة بالجولة الأخيرة اللي شهدت الحقيقة أحداث مؤسفة في توقيت كان المفترض الحقيقة أنه يكون أجواء احتفالية. يعني أنا يعني إحنا بنتابع في كل أنحاء العالم وهنشوف معاكم الحقيقة النهاردة لقطات توضح الفرق الكبير، الفرق السنين الضوئية. الحقيقة أنا هنا مش بتكلم بس على اتحاد كورة ومش بس بتكلم على أندية مفترض أن هي بداية يعني تكون هي حجر الزاوية فيما يتعلق بالأخلاقيات. أي لاعب لابس فانيلة نادي هو بيمثل هذا النادي، وبالتالي أسلوبه سلوكه تصرفاته كلامه محسوب بالتأكيد على النادي. أي شيء بيسيء للمنظومة. وكان من المفترض أنه نادي بحجم نادي الزمالك كان من الأولى ومن الأجدى أن هو يكون صاحب العقوبات للخروج عن النص. قلنا مرارا وتكرارا واعتقد ده مبدا محدش يقدر يختلف عليه انه الاخلاق والسلوكيات تاتي قبل البطولات والالقاب، ده شيء ما فيهوش شك، وانه الالقاب والبطولات والنجاحات والانجازات اللي تاتي على جثه الاخلاقيات بناقصها. في حد ممكن يختلف مع الكلام ده؟ في حد ممكن يكون شايف ان الكلام ده خارج المنطق؟ نرجع مرة تانية وبنقول إحنا بنعلم ولادنا إيه وبنعلم أجيال اللي جاية إيه. وفي النهاية برضو في علامة استفهام، هل العقوبات دي تحقق مبدأ الردع؟ يعني بمعنى هل العقوبات اللي صدرت بحق أي كائن من كان، يعني مش بتكلم على اسم حد بعينه، تخلينا نتوقع إن إحنا ما نشوفش تكرار للسلوكيات دي مرة تانية في ملاعبنا؟ المشاهد دي ما تدخلش بيوتنا؟ وارجع تاني واتكلم بعيدا عن مسؤوليه الانديه وبعيدا عن مسؤوليه الاتحاد، اتكلم على عقليات اللي ازاي بتكتب تاريخها. مهما كانت امكانياتك ومهما كانت نجوميتك ومهما كانت موهبتك ومهما كانت انجازاتك، يعني واحط تحت كلمه انجازات دي 1,000,000 خط، ده ما يديكش حق ابدا في التطاول او التجاوز او الخروج عن النص باي شكل من الاشكال. العقلية اللي خلت محمد صلاح في المكانة اللي بيتمتع بيها النهاردة خليته في وسط واحد من أو خليته واحد من وسط أهم مجموعة أسماء في عالم كرة القدم، هي العقلية اللي افتقدتها كتير من مواهب الكرة المصرية واللي راحت لطريق للأسف الشديد جدا مش لقيله مسمى غير أنه طريق منحرف بعيدا كل البعد عن الرياضة وعن أخلاقيات الرياضة. اللي المفترض يعني الناس بتمارس رياضة عشان تسمو بأخلاقياتها، الناس بتمارس رياضة عشان تعلى بروحها، الناس بتمارس رياضة عشان تبعد عن كل ما هو مرتبط بالعنف أو بالانحراف أو بالتطرف أو بالتعصب، عشان كده الناس بتلعب رياضة. وده الفرق اللي مخلي الرياضة في العالم كلها والكرة القدم في العالم كلها في حتة، وإحنا للأسف شديد جدا في حتة تانية خالص، أبعد ما تكون عن الرياضة وأبعد ما تكون عن الاحتراف. هل من الممكن انه لاعب مصري محترف في اي دوري من الدوريات يعمل نفس السلوك؟ اشك. هل من الممكن ان المشاهد اللي احنا شفناها
في الدوري او في المباراه الاخيره في احتفاليه مفترض انها احتفاليه فوز وتتويج بدرع الدوري تتكرر في دوري تاني من غير ما اشوف عقوبات رادعه اشك. على كل الاحوال عشان ما نضيعش وقت حلقتنا وعندنا فقرات كتيره جدا مفترض واحنا بنشتغل عليها وبنحضرها لجمهور النادي الاهلي ولمشاهدي السادسه انها تكون ممتعه، خلينا ما نضيعش وقت اكتر من كده في كلام الحقيقه تعبنا من وملينا من الكلام فيه مرارا وتكرارا. خلينا نروح لواحد اعتقد انه شاهد على مش شاهد على عصر ده شاهد على عصور، محب الريدز الانفيلد قلعه ليفربول حقيقه كان شاهد على عصر امتد يمكن لاكثر من 40 سنه من بدايات السبعينيات ووصولا ل 2016 في اخر مباراه علق فيها عليها من داخل استاد او ملعب الانفيلد ليفربول ونيوكاسل كانت نهايه مشوار، لكن ده ما يمنعش انه يبقى الحقيقه واحد من اهم من حملوا ذاكره ليفربول. جورج سيفتن صوت الانفيلد ضيفنا النهارده في السادسه في لقاء خاص وحصري في السادسه هنشوفه ونتابعه حالا. I grew up in the family of Liverpool fans. Came from the first game here in January 1960. I'm living the boyhood dream basically. Morning, George. Good morning, George. Welcome to Anfield. Morning, guys. Walk on. Number 10, David Fairclough. Number 11, Terry McDermott. Very warm welcome to today's Barclays Premier League match between Liverpool and Newcastle United. جورج سيفتن صوت الانفيلد ضيفنا النهارده في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. خليني في البدايه طبعا ارحب بيه واشكره شكرا جزيلا، طبعا شرف لينا انه يظهر معانا على شاشه الاهلي طبعا في السادسه. بشكرك بدايه على وجودك معانا وشرف عظيم لينا استقبالك من خلال الفيديو كونفرنس. مع بالغ سروري في تواجدي معكم. خليني في البدايه ابدا مع تاريخ طويل واعتقد مشوار كبير جدا قضيته مع الليفر، ليه بدايه اخترت الريدز وايه مدى ارتباطك وايه اللي بيميز الريدز والانفيلد وجمهور الانفيلد من وجهه نظرك عن باقي الانديه في انجلترا؟ ولعي وتميز الليفربول ولعي بالليفربول كان من البدايه. أنا دائما ما كنت مشجع ليفربول ودائما أتابع ليفربول في كل المباريات. أنا كنت في يوم من الأيام واحدا من الجماهير المشجعين، والآن لمدة 50 عاما أنا الآن معلق للنادي. كان الأمر رائعا أن أتواجد كل هذه المدة في ليفربول. ليفربول طيب خليني أسألك على أهم اللحظات التاريخية اللي حضرتها كمعلق داخل الأنفيلد مع الأجيال المختلفة من ليفربول، إيه الحاجات اللي مش ممكن تغيب عن ذهنك أو الحاجات اللي محفورة في ذاكرتك؟ بالطبع يوجد لحظات كثيرة، منها أول يوم أعمل في الأنفيلد كنت مرتعب وكنت أشعر بالقلق الشديد، وبعد مرور هذه السنوات وفي عام 1970 في نهائي بطولة أوروبية كان الأمر رائعا، وعام 2001 كذلك، وعام 2005 في نهائي بطولة أوروبا أمام الإي سي ميلان، وأدينا مباراة قبل نهائي رائعة أمام تشيلسي أيضا، كانت ليلة رائعة لجماهير ليفربول. كان مررنا بلحظات رائعة في نهائي في قبل نهائي هذه البطولة.
هذه كانت أفضل الليالي التي مررت بها في ليفربول. كان الأمر كان مثابة فيلم بالنسبة لي، لم يكن الأمر كأنه حقيقي. أن تبات ليلة رائعة كفائز في هذا اليوم كان أمر رائعا. إيه اللي تغير من أول ما بديت مشوارك في الأنفيلد لغاية النهاردة؟ بالتأكيد مشوار طويل، في عدد كبير جدا من الأجيال وفي عدد كبير جدا من النجوم لعبوا لصالح ليفربول، وبالتأكيد في إنجازات كتيرة جدا، لكن من البدايات وصولا لغاية النهاردة إيه اللي تغير في الأنفيلد؟ إيه اللي تغير في ثقافة جماهير الكرة في الأنفيلد؟ التغيرات كبيرة من بدءا من الاستاد والمباني، والأمر واضح جدا. فالنظام الآن الذي يدير النادي نظام ممتع جدا، يوجد الآن نظام مختلف عما كان من قبل يدير النادي ويدير الاستاد. الأمر كان صعبا في الماضي، لكن الآن بالنسبة للأنفيلد أصبح استادا وملعبا رائعا، وأصبحت المدرجات مذهلة. لديك زوايا رؤية رائعة عما كان قبل، تستطيع أن ترى اللقاءات بشكل رائع. لدينا بالفعل تغييرات جميلة. بمناسبة الكلام عن الأنفيلد، في كلام على بعض التوسعات وعملية تطوير مفترض أنها تحصل في ملعب الأنفيلد، برضو ممكن نعرف منك آخر تفاصيلها. التغييرات بدأت في الملعب القديم. كان لدينا 45 ألف مشجع، والآن سيكون لدينا 61 أو 63 ألف. التصميم أصبح عملي جدا وأصبح رائع جدا، وأمر يجلب السرور لأي مشجع ليفربول أن يرى الاستاد. لو كلمتك عن كرة ليفربول بداية، هل من الممكن أنك أنت تختار أو تميز بين الأجيال اللي لعبت لصالح ليفربول؟ مين هو أفضل جيل من وجهة نظرك؟ من فضلك اعد السؤال مره اخرى. بسالك على من وجهه نظرك، وانت كنت حاضر على اجيال مختلفه لعبت باسم ليفربول ولبس التيشيرت النادي، مين افضل جيل من وجهه نظر جورج سيفتن في الاجيال اللي لعبت لصالح ليفربول؟ مستر سيفتن، اعد السؤال يا استاذ احمد. بطلب منك تختار مين افضل جيل او افضل فريق مثل ليفربول على مدار التاريخ اللي انت كنت حاضر وشاهد عليه في ملعب الانفيلد. حسنا، كان لدينا فرق رائعة على مر التاريخ. الأمر صعب جدا أن أختار جيل محدد. كان لدينا لاعبين رائعين، كان لدينا نجوما كثيرين على مر تاريخ ليفربول. الأمر صعب أن تختار. أنا لازلت مشجع كرة القدم في المقام الأول، فالأمر طب كمشجع أعتقد أنها أعتقد أنها متعة كبيرة جدا أنك أنت تتابع مشوار ليفربول الطويل جدا والممتد في بطولات محلية أو بطولات أوروبية. قبل ما أسألك على نجوم ليفربول، خلينا أسألك على أهم النجوم اللي أنت شفتهم وتابعتهم، مش بس كمعلق في الأنفيلد لكن كمشجع كمان لعبوا قدامك في ملعب الأنفيلد. كيني دالغليش هو الأفضل بالنسبة لي. أختاره كأفضل لاعب في تاريخ ليفربول. ولو سألتك عن الفرعون محمد صلاح، بداية انضمامه ليفربول، هل كان متوقع ليه النجاح الكبير اللي حققه مع الفريق؟ عايز أعرف منك إزاي استقبلته جماهير الأنفيلد، وكانت إيه توقعاتك أنت شخصيا لمحمد صلاح في بداية مشواره؟
حسنا صلاح حينما أتى إلى ليفربول لم نكن نعرف الكثير عنه. من اليوم الأول الذي أتى به إلى ليفربول بدأ كأنه بطلا. الأمر أذهل الجميع من مشجعي ليفربول، الكل كان سعيدا. إذا رأيته يلعب في ملعب ليفربول أو إذا رأيته في الشارع أو يذهب إلى محل التسوق، الأمر كان رائعا. نحن نعرف صلاح جيدا الآن، لاعب جيد ولا يزال محمد صلاح لاعب رائع وشخصية رائعة. من أول يوم أتى فيه لليفربول حتى الآن ومر العديد من السنوات، هو نموذج للاعب الرائع الذي تود أن تراه في ناديك. وليس فقط لاعب كرة رائعة، ولكن الجميع يحب محمد صلاح على المستوى الإنساني. خلينا نتكلم أكثر على رأيك في نسخة ليفربول السنة دي. معظم الفرق الإنجليزية الكبيرة اللي بتنافس على اللقب عملت ميركاتو قوي جدا، يعني المان سيتي أعتقد صفقة جاك جريليتش في منتهى القوة، بنشوف مانشستر يونايتد ثلاث صفقات من العيار الثقيل، سانشو بنسمع امبارح عن رونالدو، ومن قبلهم المدافع الفرنسي فاران، لوكاكو مع تشيلسي، وتشيلسي الحقيقه يمكن مع توماس توخيل ليه مردود قوي جدا في الوقت اللي ليفربول ما عملش صفقه من العيار الثقيل. في بعض الكلام عن اهتمام ليفربول بضم مبابي، يهمني اسمع رايك في ميركاتو ليفربول في الصيف ده. بداية للتحدث عن هذا الأمر، يظل لدينا يومين أو ثلاثة في سوق الانتقالات، لا نعلم ماذا سيحدث. ليفربول أجرى صفقات رائعة قبل ذلك ولديه فريق رائع. استخدم هارفي إليوت وصعده الفريق الأول. فما سيحدث الآن في الأنفيلد؟ لدينا الآن لاعبين رائعين بالفعل بعقود كبيرة، ولا يعلم أحد ماذا سيحدث في الأربع أو الخمس أيام القادمة في سوق الانتقالات. ربما نشهد مفاجأة، ممكن نرى مهاجم آخر في ليفربول يكون مفاجأة للجميع. إن الأمر ليس كما يبدو. الاسم اللي انت تتمنى انه يكون موجود مع سكواد ليفربول، مين اللاعب اللي تتمنى وجوده يكون اضافه من وجهه نظرك لفريق ليفربول؟ حسنا هذا سؤال جيد. انا ارى ان الفريق رائع، لكن اللاعب برايتون بوساكا هو لاعب جيد جدا ويناسب الطريقة التي يلعب بها ليفربول. لو طلبت منك تستدعي أهم هدف أحرزه محمد صلاح مع ليفربول من وجهة نظرك وتعلق لنا عليه مرة تانية على الهوا دلوقتي. ممكن نفتح صوت جورج سيفتن. حسنا أهم هدف ربما البنالتي ركلة الجزاء أمام توتنهام في نهائي تشامبيونز ليج. هو أحرز الهدف وتوجه للجماهير، كان الأمر رائعا بالنسبة لي. We just want to keep him safe. We need all our players to have a. يجب أن نحافظ على محمد صلاح. محمد صلاح لاعب رائع ومفيد لأي فريق يلعب له. In the background, and the big thing about Jurgen Klopp, he can make players happy even though they're not playing in the first team. They all know they're all part of a big family, and that's the way. كلنا نعرف أن ليفربول عائلة كبيرة ويجب أن تظل كذلك. أنا عايزك تستدعي اللحظة أو الثانية قبل ما محمد صلاح يسدد ضربة الجزاء
وتعلق لنا عليها أثناء تسديدها وتحقيق الهدف ورد فعل الجمهور في الملعب. حسنا، أستطيع أن أفعل ذلك. And I had my microphone right up to the top. And it was so good to have a crowd in there who could cheer. And I'm shouting and screaming, scorer for Liverpool, number 11, Mo Salah. And everybody goes crazy. They were just so pleased to be back inside Anfield and watching Mo Salah do what he does best and scoring goals. حينما قلت هدف محمد صلاح الجميع انفجر من السعادة في المدرجات وكان الأمر مذهلا. جورج سيفتن، هل تتوقع أن ليفربول عنده القدرة على العودة لمنصات التتويج سواء في الدوري الإنجليزي البريمير ليج أو في الشامبيونز ليج الموسم الحالي تحت قيادة يورجن كلوب؟ بالطبع، لدينا فريق رائع يستطيع أن يفعل ذلك. في العام الماضي كان الأمر سيئاً بعض الشيء، ولم يكن لدينا نفس الزخم الجماهيري في الملعب الأنفيلد، لكن الآن نرى الجماهير متواجدة ونرى اللاعبين مستعدين أن يعودوا مرة أخرى لمنصات التتويج. لدينا الآن فريق متكامل، لدينا دوري محلي، ولدينا دوري الأبطال، لدينا بطولات نسعى إليها، وخصوصا البريمير ليج هو الجائزة الأكبر لجماهير ليفربول. نحن انتظرنا 30 عاما من قبل نحرز البريمير ليج. يبقى هتاف يول نيفر ووك الون هو الأشهر في ملاعب الأنفيلد. أختم لقائي معاك طبعا بعد ما بشكرك مرة تانية وبكرر شكري على وجودك معنا، أن احنا نسمع نفس الهتاف بصوت جورج سيفتن. أنا توقعت أن أسمع ذلك. أتوقع أن أسمع هذا الهتاف في العديد من الليالي القادمة. ممكن نسمع بصوتك قبل ما نختم لقاءنا؟ Can we hear it? You wouldn't like, I can't sing for Toffee. حسنا، أنا لا أستطيع أن أغني بشكل جيد، لكن لا أستطيع أن أؤدي الغناء الآن بشكل جيد. جورج سيفتن طبعا المذيع التاريخي للأنفيلد، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة. بالتأكيد طبعا ذكريات كتيرة جدا، ويهمنا طبعا نسمع من الأنفيلد دايما لاهتمامنا طبعا واهتمام الجماهير المصرية بمو صلاح. خلينا نروح لفاصل ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل مرة تانية في السادسة. نتكلم دايما يعني في مشكلات وفي أحداث أكتر ما بنتكلم في الكرة ومتعتها، يعني بدل ما نتكلم إزاي نطلع لقدام بنتكلم في حاجات واخدانا كتير قوي لورا، وللاسف ما بتنتهيش. يعني مش عارف المشكله فين، المشكله في في في, في القواعد اللي بتحكم المنظومه، المشكله في الاشخاص اللي بيديروا المنظومه، مشكله فكر، مشكله رؤيه، مشكله امكانيات، مش عارف المشكله فين الحقيقه. خلينا نتكلم اكتر، يعني هتكلم طبعا في اجتماع اتحاد الكره النهارده لانه يخص موسم جاي شديد الصعوبه، يعني تحاول تدور له على مخرج من هنا او من هنا، ما الدنيا صعبه جدا. نتكلم على اجتماع اتحاد الكوره ونتكلم على صفقات الاهلي اللي ابرمها الحقيقه في الايام الاخيره، ونتمنى ان شاء الله تكون اضافه مهمه جدا. والتاكيد طبعا منتخب مصر مش غايب عننا، بيشرفنا النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير كابتن اشرف. مساء الخير احمد، سعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي امام شاشه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان. منور الدنيا حبيبي. انت تحب تبتدي بايه؟ في الحقيقه هرد على سؤالك، يعني احنا فين، ولانه احنا انتهينا من موسم كروي صعب جدا وطويل جدا، واعتقد انه موسم من اطول المواسم اللي حصلت في تاريخ العالم، مش في تاريخ كره قدم في العالم، هو ما حصلش في العالم، ما حصلش قبل كده، يعني غالبا هو ده الموسم الاستثنائي في العالم كله. يعني هو ده انا كنت بقول عليه، لو عايز تاخد نموذج ازاي ما تنظمش، يعني صحيح ازاي ما تنظمش مسابقه، خد النموذج اللي حصل السنه اللي فاتت ده وابعد عنه. ده صحيح. ده صحيح. طيب يعني ردا على كل التساؤلات اللي سالتها، انا شايف ان الرد حاجه واحده بس، احنا بقالنا سنين بنتكلم فيها، واعتقد ان الاعلام الرياضي طالب بشكل كبير جدا جدا بيها، وهي رابطه انديه المحترفين. هي الحل الوحيد لكل اللي احنا فيه. ليه؟ لانه الاتحاد المصري دايما هو الحلقه الاضعف في كل المنظومه.
هو دايما اللي عنده مشاكل كتيره جدا في كل حاجه، في التنظيم وفي التسويق وفي كل حاجه، حتى اداره المسابقه نفسها فيها مشاكل كتيره جدا جدا. وبالتالي انا شايف انه رابطه انديه المحترفين الفتره الجايه هي الحل الوحيد والانسب والمثالي لحل كل هذه الازمات وكل المشاكل، لانه الرابطه دي هتبقى مسؤوله عن التنظيم وعن الاداره وعن التسويق وعن المكاسب اللي ممكن تبقى موجوده للانديه، ويعني الحقيقه ويتفرغ الاتحاد للمهمه الاساسيه بتاعته هي المنتخبات. واعتقد ان هي هتبقى مهمه سهله للاتحاد يقدر ينظمها. الكلام ده بيتقال بقاله سنين يا كابتن اشرف، هل شايف جداً ان احنا في خطوات او في بلاش خطوات، في نيه في اراده انه ده يتحول لحاجه خطا يعني يتنفذ على ارض الواقع؟ انا شايف الحقيقه ان في سلبيات كثيره جدا موجوده، وفي حد او اشخاص معينه مش عايزه العجله دي تدور، مش عايزه الموضوع يمشي في طريق سليم. انا شايف ان ده الحل الامثل والحل السليم بنسبه 100%. انا مش فاهم فين العطله، فين المشكله، فين الازمه اللي ممكن توقفنا عند الحل لكل المشاكل اللي موجوده. انا شايف ان ده الحل. كل المشاكل اللي موجوده لو بصيت عليها احمد من بدايه الموسم وفي كل موسم لانها متكرره، هتشوف ان الازمه موجوده في دايما في الاتحاد، دايما في القرارات، دايما في اللائحه، دايما في لجنه الحكام، دايما في اللي بيدير هذه المسابقه او هذه المنظومه. والمشاهد اللي احنا شفناها دي اتكررت متكررة كتير قبل جدا جدا وما حصلش ان في يعني حلول. يعني ما عندناش حلول. احنا دايما بنتكلم في نهايه كل موسم واثناء كل موسم على نفس المشاكل المتكرره واللي بتحصل بشكل دائم. علشان كده الحل الوحيد هو رابطه انديه المحترفين. تصورك للموسم الجاي ايه يا كابتن اشرف؟ شايفه موسم صعب جدا الحقيقه، ولانه الارتباطات فيه كتير زي ما اتفضلت وقلت، ارتباطات دوليه كتيره جدا، سواء تصفيات كاس عالم امم افريقيا، كاس العرب، دوري ابطال افريقيا للاهلي والزمالك، الكونفدراليه للسموحه، يعني الفرق المصريه اللي بتشارك. وبالتالي انت عندك مشاكل كتيره جدا جدا الحقيقه في نفس المشاكل اللي كانت موجوده في هذا الموسم هتتضاعف في الموسم القادم. هيقدر الاتحاد يكمل المسابقه؟ هيبقى عندنا موسم يعدي ال 12 شهر كمان؟ انا مش عارف الحقيقه، انا عندي تساؤلات كثيره جدا. الاتحاد هيمشي الموسم اللي جاي ازاي؟ هل هيبقى في توقفات برضو عند كل مباراه لمنتخب مصر او كل مباراه في تصفيات امم افريقيا او في كاس العالم او في كاس العرب؟ هيبقى في توقفات للاهلي والزمالك والفرق الاخرى في بطولات افريقيا؟ طب الموسم هيكمل ازاي؟ انت اصلا ابتديت او هتبتدي متاخر جدا جدا. ده انت كمان لو تاهلت كاس عالم بقى عندك مشكله كبيره، اكبر. اوريدي انت هتبتدي متاخر، انت هتبتدي متاخر عن كل الدوريات في العالم. يعني كل الدوريات ابتدت، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت تقريبا 70 او 8، احنا لسه هنبتدي في 10 اعتقد يعني. فانت اوريدي متاخر جدا جدا عن بدايه الدوري في كل العالم. الحقيقه مشكله كبيره جدا وازمه كبيره جدا، انا مش عارف الحقيقه ايه اللي هيتم فيها، ولكن انا شايف من وجهه نظري البسيطه، خاصه انه رئيس الاتحاد النهارده في من ضمن الطلبات اللي طلبها، او مش هي مش قرار طبعا لان هي طلبات، يعني انه الانديه تشوف ازاي هينفذوا رابطه الدوري المحترفين او رابطه انديه المحترفين الفتره الجايه. اعتقد ان الفتره قصيره جدا عشان يبتدوا يعملوا ده قبل بدايه الموسم، ولكن اتمنى ان هم ياخدوا الخطوات دي علشان يكون في منظومه محترمه بقى، يعني اللي بيديروها يكونوا مسؤولين عن قراراتهم وعارفين اللوائح تمشي ازاي، عارفين يكون عندهم الشخصيه اللي تقدر تدير هذه المنظومه، خاصه انه مش هتبقى بس اداره وتنظيم، ده هتبقى كمان تسويق، وبالتالي هيكون في استفاده بشكل كبير كمان للانديه المصريه من هذه المسابقه. رايك انت الشخصي ايه؟ شايف ان البطوله تتلعب مجموعات؟ شايف ان البطوله تتلعب دور واحد؟ مجموعتين ولا ثلاثه لا؟ يعني شايف لا دي؟ شايف هو يعني مجموعتين دي اعتقد انها فاشله بشكل كبير، دور واحد واتمنى يعني على الاقل انت دايما محطوط عند على المحك، يعني دايما عندك مشكله، دايما بتبتدي موسم او بتنهي موسم بمشكله كبيره جدا. النهارده بتبتدي الموسم بمشكله انت مش عارف هتبتديه ازاي ولا امتى وهتكمله ازاي. يعني هو اللي تم الاعلان عنه ان في رغبه ان الموسم الجديد يبتدي نهايه شهر 9، نهايه شهر 9 يعني بدايه من اكتوبر. مظبوط تمام. انت لسه لغايه دلوقتي ما حددتش ومش عارف هتكمله ازاي، ومش عارف توقفاتك هتبقى عامله ازاي. يعني قبل ما تتكلم يعني عن الموسم مش كتيره جدا، انت مش عارف هتلعب الكاس ولا مثلا يعني مثلا يعني انت حتى بقايا الموسم الماضي انت مش عارف هتخلصها ازاي.
فالازمه كبيره جدا الحقيقه، والازمه موجوده في الاداره، ودايما بقول ان الاداره هي او الناحيه الاداريه هي اللي دايما بتنجح اي عمل او اي منظومه. احنا شفنا، انا دايما بضرب مثال بالنادي الاهلي لانه هي افضل منظومه اداريه موجوده في مصر او في افريقيا بشكل عام، لانك في منظومه وفي سيستم بتمشي عليها، وبالتالي النجاح مستمر ودايما بتكون موجود على القمه. اتمنى ان يكون في اداره في الفتره اللي جايه لرابطه الدوري المحترفين او رابطه انديه المحترفين، عشان يكون عندنا يعني لائحه محترمه ومسابقه محترمه يلتزم فيها الجميع يعني. والاهم كمان ان يبقى عندها يعني، وان كان ده اعتقد انه صعب يحصل الموسم اللي جاي ده يعني، اعتقد يعني، وحتى لو حصل هيبقى تحدي كبير جدا انك تبتدي مسؤوليه بموسم بالشكل ده يعني، في كل يعني كل البطولات تقريبا انت بتشارك في كل البطولات، صح؟ أولوية صحيح، المنتخبات وعلى مستوى الانديه والانديه اللي بتشارك في افريقيا كمان يعني الحقيقه مسابقه هتبقى صعبه جدا جدا الموسم اللي جاي. الاهلي يعمل ايه يعني؟ انت النهارده بتتكلم على لعيبه الاهلي، بدايه الاهلي انت عندك 9 لعيبه خدهم كابتن حسام بدري، صحيح. اللعيبه دي هتلعب ماتشين انجولا وبعدها الجابون، وبعد كده ترجع تلعب كاس مصر، وبعد كده تلعب سوبر افريقيا، ده لو كاس طبعا تم استكمال. بعدين تشارك في، وبالمناسبه خليني اقول لكم من الحاجات اللي اتطرحت النهارده كابتن اشرف، انه لو الكاس ما اتلعبش يبقى بدايه الموسم الجديد هتبقى السوبر اللي متاجل من السنه اللي فاتت بين الاهلي وطلائع الجيش، صحيح. وبالتالي هتخش بقى في موسم جديد، وبعد كده منتخب مصر تصفيه كاس عالم تاني، بطوله عربيه او كاس عرب، امم افريقيا مع كاس عالم انديه مع دوري ابطال. طيب بالنسبه للاهلي، غير ان الموسم مشكله بالنسبه للكره المصريه، بالنسبه للاهلي انت عندك مشكله كبيره جدا. طب خليني ابتدي معاك لو فاكر احنا قلنا ان الاهلي او لاعبي الاهلي للموسم الثاني على التوالي كان في تلاحم في الموسمين، النهارده الموسم الثالث مظبوط، فانت في ضغط بدني وذهني رهيب على لاعبي النادي الاهلي. عشان كده انا دايما في كل مره بطلع معاك او في كل مره بصرح بالكلام ده بشكر لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي انهم تحملوا الارهاق الكبير جدا جدا خلال الموسم اللي فات، وكل وحجم البطولات اللي اتحققت في خلال الثمان او تسع او عشر شهور اللي فاتوا دول. أيوه. تمام. انا عايز اقول بقى حاجه عشان اوضح للناس بس ان مجلس اداره النادي الاهلي ما بيشتغلش بشكل عشوائي. الصفقات اللي تمت في الفتره الاخيره ما كانتش يعني يلا نجيب لحظية. ده لحظيه يلا نجيب ده او لا، المجلس اداره ولجنه الكره وامير توفيق والجهاز الفني طبعا على راسه مستر موسيماني بيشتغلوا على الصفقات دي من فتره طويله جدا، كلنا نعرف ده، واعتقد ان تنفيذ الصفقات دي في التوقيت ده تحديدا ده بيعني قد ايه وبيعرف الناس قد ايه ان الناس شغاله من فترات طويله جدا على الصفقات دي، وانها عارفه ان الموسم فيه تلاحم وعارفه ان الموسم طويل جدا ومرهق جدا، وبالتالي البدائل اللي كنا بنتكلم عليها احمد لو فاكر في كل المباريات اللي حصل فيها ضغط كبير جدا سواء في الدوري او في بطوله افريقيا كنا بنتكلم ان دايما الاهلي لازم يكون عنده بدايل، وبدايل جيده افضل من اللي بيلعب، يعني اللي قاعد بره افضل كمان بدنيا وذهنيا من اللي موجود داخل الملعب عشان تقدر تستمر على القمه وتقدر تحقق كل البطولات اللي حققها النادي الاهلي في الموسم اللي فات. اعتقد ان مجلس الاداره ما كانش حاصل الموسم، ورغم انه ما كانش حاصل حققت ده، عشان كده احنا دايما بنقول ان فريق كره القدم في النادي الاهلي ومعاه مستر موسيماني الحقيقه يعني بذلوا مجهود كبير جدا 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 ويستحقوا الاشاده بشكل رائع جدا، لانك حققت ست بطولات من سبعه، ست بطولات خمسه من يعني ست. لسه فاضل السوبر بتاع بيسخ يعني ان شاء الله يكون تفاؤلا يعني انت باللي انا قلته. الاخراني حققت رباعيه واثنين وعندك الخماسيه ان شاء الله سوبر إن شاء الله. ومعاك بطوله افريقيا الجديده تمام وانا بعتبر برونزيه العالم بطوله بصراحه في ظل طبعا تحقيق المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه يعني انجاز كبير جدا طبعا. وبالتالي انت حققت انجاز كبير جدا جدا ويستحقوا الاشاده بشكل رائع جدا، ولكن كان عندنا دايما امل انه مجلس اداره والجهاز الفني يشتغل على
اللاعبين شويه يشتغل على التدعيم الكبير جدا اللي كان مفترض يتم في الموسم الماضي ولكن اتحقق هذا الموسم. واعتقد ان الصفقات اللي جت النادي الاهلي هذا الموسم انا شايفها من وجهه نظري كنت اتمناها من موسم طويل. انت ايه قصتك مع الاهلي مدينه نصر؟ دي يا وشك حلو بصراحه. انا فاكر الحلقه الاخرانيه برضو كنا بنتكلم على مشروع الجراج في مدينه نصر. انا كنت لسه في الاهلي مدينه نصر والله كنت الاسبوع اللي فات. يبقى اكيد شفت ملامح الاخيره او اللمسات الاخيره لانه بكره ان شاء الله كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد عبد العال محافظ القاهره هيفتتحوا ان شاء الله جراج الاهلي فرع. انا تابعت بنفسي اخر التفاصيل دي يعني اخر اللمسات دي يعني. صحيح ويعني واضح انه بمقاييس يعني عالميه الحقيقه جراج تقريبا بيستوعب 1000 عربيه فبالتالي في مدينه نصر الرقم ده حل مشكله كبيره جدا. انا متخيل طبعا الوضع هناك. انا ما يعني عارف انه مدينه نصر بتعاني دايما من حاله مشكله كبيره جدا جدا ويعني انا كل ما بروح بتحصل لي ازمه او مشكله بسبب الباركنج الحقيقه. فيعني ازمه اتحلت يعني بنشكر مجلس اداره عليها بشكل كبير جدا جدا يعني. والحقيقه يمكن مشروعه برده كان مشكله شويه من ناحيه التصاريح الخاصه بعمليه التجهيز والتحضير والانشاء للجراج. فنتمنى ان شاء الله يعني مبروك لاعضاء مدينه نصر طبعا. وطبعا واحده من الشركات الوطنيه الكبيره اللي قامت بتنفيذ المشروع ده وشركه ابناء سينا. مبروك لاعضاء نادي الاهلي فرع مدينه نصر. وقبل ما نكمل كلامنا في الكره مع كابتن اشرف ممدوح وقبل ما نتكلم كمان على منتخب مصر اللي عنده مواجهتين في منتهى الاهميه يعني في ظل الزحمه دي والدوشه دي والاحداث دي عندنا مصر هتبتدي مشوار تصفيات كاس عالم ومحدش الحقيقه مركز. خلينا نتكلم اكتر على المواجهه الاولى طبعا يوم الاربعاء اللي جاي مع انجولا هنا في القاهره وهنتكلم اكتر مع كابتن اشرف ممدوح طبعا ضيفنا في السادسه بس بعد فاصل اخير وسريع جدا في السادسه. طيب تدعيمات من الاعاره الثقيل للنادي الاهلي تخليك متفائل ومطمن على موسم صعب جدا وشاق جدا. اعتقد انه الميزه الاكبر هي هيبقى فكره الوفره في كل المراكز وزي ما اتكلمت مع حضراتكم اعتقد ان الاهلي كده ما فيش مركز ما تبقاش مطمن عليه ولسه ما زال في يعني في المسيره بقيه زي ما بيقولوا. اعتقد هتسمعوا عن صفقات جديده كمان ان شاء الله من الاعاره الثقيل. كابتن اشرف رايك ايه في الصفقات اللي تم الاعلان عنها؟ احنا عندنا اربع صفقات تم الاعلان عنهم بيرسيتاو لوي ميكسوني حسام حسن كريم فؤاد وحسام حسن بالاضافه لعوده عمار حمدي يعني هو طبعا يعني لم يحسم بشكل نهائي ولكن بس يعني ان شاء الله تتمنى ولا اتمنى طبعا طبعا طول الموسم بنتكلم عن عمار حمدي وعن احمد عبد القادر والحال لو هتختار واحد منهم بس يرجع مين؟ احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ممكن يكون افيد. الاثنين الحقيقه مميزين جدا جدا ولكن احمد عبد القادر عنده مميزات يعني ممكن يكون النادي الاهلي محتاجها شويه في الحته دي. اتكلمنا عن ارهاق كبير جدا جدا للاعبين الفترات اللي فاتت وبالتالي كنت محتاج تدعيمات بشكل كبير في المراكز اللي تم اختيار اللاعبين فيها وده دي الميزه الكبيره جدا او المساحه الكبيره اللي فردها مجلس اداره كابتن محمود خطيب مع موسيماني ان يكون في اختيارات للاحتياجات اللي انت عايزها وتنفيذ هذه الاختيارات يعني يعني الحقيقه توقيت رائع جدا جدا انك تنهي هذه الصفقات بهذه الامكانيات. بيرستاو وميكسوني من افضل اللاعبين الموجودين. نبتدي بميكسوني. ميكسوني يعني انا شايف الحقيقه انه بيلعب ناحيه الجناح الطرفين يقدر يلعب شمال يمين ويمين نفس الكلام بيرستاو ودي ميزه مهمه جدا جدا. بيمتاز بالسرعه سرعه رهيبه جدا عنده مقاومات بدنيه رائعه جدا خد بطولات في بطوله افريقيا اللي فاتت 12 مباراه 3 اهداف وصنع 3 اخرين وبالتالي عنده خبرات كبيره جدا. احنا شفنا قد ايه ديانج فرق في الدوري المصري بالامكانيات البدنيه اللي موجوده والتكتيكيه اللي كانت موجوده فرق قد ايه عن كل اللي بيلعب في مكانه وبالتالي ميكسوني هنلاقيه بشكل مختلف تماما مع النادي الاهلي. كريم فؤاد كريم فؤاد لو لاحظت كمان معدل الاعمار ودي كمان يعني انا شايف كابتن محمود خطيب بيشتغل عليه على ودي ميزه ان يكون رئيس مجلس اداره هو واحد من اهم اللاعبين في تاريخ افريقيا كلها انه بيفكر كمان لمستقبلا انا موجود او مش موجود انا ببني فريق للنادي الاهلي
لمده 10 سنين جايين، كريم أيوة. فؤاد، حسام حسن، حتى بيرستاو مكسوني لسه بنتكلم في 26 27 سنه، عمار حمدي، احمد عبد القادر، كل هذه الاسماء اللي بنتكلم عنها انها جايه. ملف الاعارات عندك شغال فيه كتير بصراحه جداً. يعني نموذج. نموذج صحيح. نموذج صحيح. وبالتالي انت بتعمل فرقه لمده 10 سنين قدام عشان تقدر يكون عندنا النموذج الامثل لفريق النادي الاهلي في المواسم اللي بنتكلم عنها لتحقيق اكبر انجازات في تاريخ النادي الاهلي. وقت ما كان مانويل جوزيه موجود وكانت هذه الكوكبه من النجوم موجودين، ناس كثيره بتتكلم انه النادي الاهلي يكون عنده مشكله في عدد اللاعبين الجاهزين وهيبقى في مشاكل. لا اعتقد النادي الاهلي والسيستم والنظام لسه موجود. دايما قبل الماتشات المهمه كنا دايما بسمع رايك في التشكيل الامثل. انا هسالك سؤال اهم دلوقتي، اجمد 11 يبتدي بيهم الاهلي الموسم الجديد، بس خليني اسمع رايك. حسام حسن وحسام من المهاجمين، وانت كنت مهاجم طبعا، يعني حسام عنده مميزات مهمه جدا. انا دايما دايما بدور على في المهاجم على ثلاث حاجات. اولا انه يكون محطه مهمه جدا، ودي لانه لعيب النادي الاهلي اللي بينطلقوا من تحت سواء بقى قفشه او هيكون مكسوني او هيكون بيرستاو او حسين او ايا كان الاسماء أو طاهر، الاسماء اللي موجوده والوفره الحمد لله الموجوده في اللاعبين كلهم بيحتاجوا مهاجم يسند عليه او ينطلق زي ما كان بيعمل محمد شريف. خلي بالك الموسم اللي فات كان عندنا ازمات كثيره جدا انهاها محمد شريف بسبب انه كان عندنا اجهاد بدني كبير جدا، كان احيانا حسين الشحات واحيانا اتشي او كهربا او طاهر محمد طارق كان عندهم اجهاد كبير جدا، فما كانش فيه التحركات اللي ممكن ينهي بيها المباراه. كان وعدم وجود محمد شريف في بعض المباريات كان عامل لنا ازمه كبيره جدا في انهاء الهجمات. وبالتالي لما يكون عندك هذه السرعات موجوده من تحت، لما يكون عندي مهاجم محطه هنا رقم 10 ده موجود ناس بتسند عليه بيفرق كتير جدا. دي اول ميزه في حسام حسن. الميزه الثانيه الانطلاق زي محمد شريف تقريبا، بيتميز محمد شريف بنفس المميزات انه على المرمى من اقرب طريق بيفنش بشكل رائع جدا. طب انا عايزك توجه كلمه، ما في انا يعني في تقديري انا انه اكتر مركز بصرف النظر عن اسم اللاعب اللي بيتحط في البوزيشن ده، لكن اكتر مركز بيتعرض لضغط جماهيري والجماهير ما بتصبرش والجماهير ما بتديش فرصه او اتنين هو مركز المهاجم. صحيح. يعني الجماهير ممكن تصبر على اي لاعب او تستحمل غلطه اي لاعب الا المهاجم مفيش رحمه. صحيح. فبالتالي حسام المهاجم وحارس المرمى تحديدا دول المركزين، بس المهاجم يمكن اكتر كمان شويه. فبالتالي اي مهاجم بيجي في النادي الاهلي بيتعرض لضغط جماهيري عنيف، هو اكتر بوزيشن او اكتر مركز في الملعب اللاعب بيتعرض فيه لضغط جماهيري. نصيحتك ايه لحسام حسن؟ انا عايزه يركز بشكل كبير ويقفل ودانه. انا دايما بقول اي لاعب بينضم جديد للنادي الاهلي اقفل عينيك شويه وودانك شويه، بطل تسمع وبطل تشوف اراء الناس، ركز في الملعب في تدريباتك في مبارياتك، هو ده اللي هيخليك كويس. اعتقد ان حسام عنده الميزه دي، هيتعرض لحاجتين مهمين جدا، منافسه كبيره جدا مع مهاجم شرس زي محمد شريف الموسم ده، هيتعرض لضغط كبير جدا في ان النادي الاهلي بيسعى لكل بطوله على حدة. يعني ممكن اكون واخد بطوله النهارده بكره بفكر في البطوله اللي جايه، ودي دي دي ده النادي الاهلي وده السيستم الموجود داخل النادي الاهلي، هل هيتحمل ده؟ ان شاء الله يكون يعني يتحمله باذن الله. بيرسي تاو اخر الصفقات اللي تم الاعلان عنها، في صفقات لم يتم الاعلان عنها، بيرسي تاو خلينا نتكلم عليه. بس بعد ما اعرض على حضراتكم وعلى كابتن اشرف كده فيديو لطيف عشان الناس اللي بتتكلم كتير على بيرسي تاو، احنا منتظرين منه بالتاكيد الكتير، لكن هو كان هو محسوب على برايتون الانجليزي، كان عنده بعض المشاكل خاصه بتصريح العمل، لعب او تم اعارته لبعض الانديه في الدوري البلجيكي. صحيح. اهمها هو اهم محطه واللي تالق فيها بشكل كبير كان اندرلخت، واندرلخت واحد من اقوى الفرق البلجيكيه. صحيح. وملعوب طبعا في بيلعب كتير في 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 دوري ابطال اوروبا او في اليوروبا ليج، يمكن واحد من اهم الانديه، لعب في كلوب بروك برضو في بلجيكا بس الاهم هو تجربته مع اندرلخت، وخصوصا انه كان حاضر معاه في نفس السكواد كان فينسنت كومباني المدافع البلجيكي، طبعا شهير كان بيلعب مع المان سيتي، بعد كده راح لعب في اندرلخت وكان في نفس الوقت مدير فني. تعالوا نشوف كده مع كابتن اشرف حوار حصل بين بيرسي تاو وبين فينسنت كومباني، نجم طبعا المنتخب البلجيكي ونجم مانشستر سيتي السابق، واستقباله لبيرسي تاو في اندرلخت. How you doing? I'm doing great, thanks. How are you? Alright, separate. Finally. Welcome. So happy Thank to you. See you here. I'm so happy too. I just want to say I hope this is going to be an amazing journey for you. And you said you come here for the next step, so we're going to push you.
and to become the best player you can be. Okay? Thank you so much. And I know Thank that you. They're looking back to you in the Premier League, so yeah. It's our role to bring you there, yeah? Thank you so much. How you feel as your first experience here? Yeah, it was okay. I don't complain much. I don't know, I haven't seen the whole office, the whole grounds, yeah. But then they introduced me to everyone and I'm excited to be here. Just bring us positive energy. How are push our young players and everybody at the club to be better. Well, good. Well. Percy, so happy to have you here. ده جزء من لحظات استقبال النجم الكبير طبعا فينسنت كومباني بيرسي تاو في صفوف اندرلخت. اتكلم معاه على انه هو لاعب كبير واتكلم معاه على انه مرحب بيه جدا وقال له انا عارف انك انت بتدور انك انت تاخد خطوه في مشوارك واحنا جاهزين عشان ندفعك او نزقك لقدام في اندرلخت. اتكلم معاه على ان هم مستنيينه مره ثانيه في برايتون وبالتالي محتاج يشتغل على نفسه. وكلام الحقيقه كان استقبال من نجم كبير طبعا زي فينسنت كومباني. وبالتاكيد لما يتكلم على بيرسي تاو نجم بحجم فينسنت كومباني فانت بالتاكيد تتكلم على نجم من العيار الثقيل. رايك في بيرسي تاو وفي انضمامه للنادي الاهلي؟ انا شفت الحقيقه وكلام بس معلش هحط بين قوسين ردا يعني بحب ارد برضو على اصوات كده ممكن تكون بتتكلم على فكره انه اذا كان بيلعب في انجلترا ليج يلعب في مصر واذا كان بيلعب في برايتون ليه يلعب في الاهلي. طيب بيرسي تاو انا تابعت الحقيقه انا عارف معلومه من فتره طويله شويه وبالتالي تابعت فيديوهات كتيره جدا لبيرسي تاو. مميزات كبيره جدا يعني مهاره رائعه جدا جدا من الخلف انطلاقات مميزه جدا جدا انهاء الهجمات سواء بكروس او على المرمى يعني في حاجات انا بشوف فيها لاعبين كبار جدا ميسي مثلا بشوف في انهاء الهجمات منه في مهاره كبيره جدا جدا سرعات ومهاره مميزه. وبالتالي انا شايف الحقيقه ان الكلام على انه ينتقل للنادي الاهلي بطل افريقيا وبرونزيه كاس عالم في الانديه للانديه شايف ان الاصوات اللي بتتكلم في انه ليه يسيب الدوري الانجليزي ويجي النادي الاهلي لا النادي الاهلي يستحق دايما الافضل. وبيرسي تاو واحد من النجوم اللي هنشوفهم ان شاء الله في الموسم القادم على افضل وجه ان شاء الله. نقول بس الحكم بعد التجربه بعدين يبقى لينا كلام تاني. انت دايما بيكون عندك مؤشرات بتدي لك دلائل في النهايه صحيح. فاعتقد المؤشرات مميزه جدا والله جدا والله يطبق صفقه بيرسي تاو ارخص بكتير جدا من صفقات تانية حصلت صحيح. في الدوري المصري وما حققتش اي انجاز وما شفنالهاش اي مصر. الارقام اللي يعني انتهت بيها الصفقه اعتقد الحمد لله صحيح. مميزه جدا جدا وده صحيح. بنشكر فيه امير توفيق كمان. طيب نروح لمنتخب مصر اتفضل. وبدايه مشوار يعني انت عارف دايما كان مشوار كاس العالم ده بالنسبه للمصريين في الكوره يعني حاجه مهمه جدا. ظروف صعبه مر بيها المنتخب الوطني وظروف اصعب هتواجهه في المشوار خصوصا طبعا يعني النسبه الاغلب او النسبه الاكبر انه صلاح والنني مش موجودين مع المنتخب. بتشوف ازاي الاجواء بتاعه انطلاقه المعسكر النهارده تاني ايام المعسكر بتشوف ازاي التشكيله اللي اختارها او الاسماء اللي اختارها حسام البدري عشان يبدا بيها مشوار التصفيات؟ احنا قلنا انه تحدي كبير لكابتن حسام لانه الحقيقه في يعني مفترض ان هذا الموسم افرز مجموعه مميزه من اللاعبين يعني شفنا بعض اللاعبين ظهروا بشكل مميز جدا اثناء بطوله الدوري ولكن في اجهاد كبير جدا جدا للاعبين سواء بدني بقى او ذهني او وبالتالي يعني حاله الاستشفاء اعتقد انت هتلعب يعني اول حاجه قالها كابتن حسام في المعسكر ايه؟ ممنوع الكلام في الدوري ممنوع الكلام في الانديه ممنوع الكلام وده صحيح ده لازم يحصل طبعا ده طبيعي يعني بيفصل اللاعبين عن البطولات او بطوله الدوري بقى والبطولات المحليه. التركيز مهم جدا جدا الفتره اللي جايه هنلعب انجولا والجابون ماتشين مهمين جدا في 5 ايام تقريبا 1 و5 9 وبالتالي الفتره قليله جدا وفتره الاستشفاء اللي حصل عليها اللاعبين اعتقد يوم تقريبا مفيش اعتقد يعني سمعت بركات النهارده بيتكلم انه كابتن بركات النهارده انه يوم واحد فقط هو اللاعبين حصلوا عليه اجازه وبالتالي مفيش يعني تلاحم كمان في تقلق من انجولا والجابون وليبيا؟ اقلق جدا انا بقلق جدا جدا من الفرق اللي ما يكونش ليها اسم كبير يعني انجولا في الفترات الاخيره سمعت بشكل جيد كانت بتعمل منتخب او بتنشئ منتخب جديد اعمار صغيره سرعات كبيره لا بقلق جدا جدا الحقيقه من الفرق الصغيره اللي ما بتخافش دايما افريقيا
خلي بالك احنا دايما بنلعب مع الفرق الكبيره، لو لاحظت في كل البطولات سواء المجمعه او حتى المباريات العاديه مع الفرق الكبيره بنادي، مصر بتادي بشكل مميز جدا. الفرق الصغيره دايما هي اللي بنقلق منها، لانه ما بيبقوش بالبلدي كده باكين على حاجه، بيلعبوا بطريقه مش عايز اقول عشوائيه، ولكن كل واحد بيحاول يبذل اقصى مجهود عنده، وده بيفرق كتير جدا. طيب. مع منتخبات ده ياخدنا لثلاث تحديات، مش هقول عقبات. انا شايف ان مشوار مصر في كاس العالم ما فيهوش عقبات بصراحه، بس في ثلاث يعني تحديات في اللي جاي. اول حاجه غياب عناصر مؤثره زي النني ومحمد صلاح. ثاني حاجه تريزيجيه كمان، يعني تريزيجيه من اللاعبين المهمين طبعا، بس تريزيجيه شيء ام ابينا يعني ده شيء خارج عن إرادة الجميع. فغياب المحترفين، وحط معهم تريزيجيه ثلاثة اللي كانوا بالمناسبة أساسيين مع منتخب مصر مع كابتن حسام. العنصر الثاني أو التحدي الثاني هو حالة الإجهاد والإرهاق الشديدة جدا. العنصر الثالث، وده يعني في تقديري غياب نوعا ما الانسجام بين عناصر المنتخب، دخول ناس كانت بعيدة أو أنه المنتخب ما اتجمعش بقاله فترة كبيرة، ففكر كابتن حسام مش يعني مش واصل بنسبه كبيره. الثلاث تحديات دول يتعامل معاهم ازاي كابتن حسام؟ انا شايف الحقيقه ان الدوافع هي اللي هتفرق، يعني انه اللاعب المصري احيانا لما بيبقى في موضع لابد ان يكون اداء مميز ونتائج مميز. سيبك من الاداء، يعني احنا نتكلم على نتائج، انت محتاج في تصفيات كاس العالم يكون عندك نتائج مميزه جدا عشان تقدر تصعد للاهم وهي بطوله كاس العالم. اعتقد ان الدوافع مهمه جدا جدا الفتره الجايه. شايف ان في مجموعه او الدوري المصري افرز مجموعه جيده جدا من اللاعبين، وخلي بالك الفترات اللي فاتت كلها كنا بنعتمد بشكل كبير على 70% تقريبا من الدوري المصري، يعني باستثناء صلاح وتريزيجيه والنني، اعتقد هم الثلاثه، حتى كوكا الفترات الاخيره ما بقاش بيلعب. الثلاث لاعبين تقريبا هم بس اللي كانوا بيشاركوا بشكل اساسي، وبالتالي انت قوامك الرئيسي 70% من الدوري المصري. كل اللاعبين الحمد لله في الدوري المصري او المحليين جاهزين بشكل كبير، صحيح في اجهاد، ولكن اعتقد الدوافع هتفرق كتير جدا جدا معاهم في ان شاء الله اننا نأدي ونفوز بالمباراتين. مين يعوض الثلاثة الأساسيين المحترفين من وجهة نظرك اللي كانوا أساسيين مع كابتن حسام وغير كابتن حسام؟ يعني أنت دايما اعتمدت في الأطراف في معظم ماتشات مصر، تريزيجيه في ناحية الشمال، صلاح في ناحية اليمين، والنني في وسط الملعب، الثلاثة هيغيبوا. مين شايف الأنسب من وجهة نظرك يكونوا في نفس البوزيشنز أو نفس يعني أعتقد إنه اعتقد ان النني يعني ممكن هيكون طارق حامد، عمرو السوليه، اعتقد الاثنين هم عمرو السوليه كمان كان بيشارك بشكل كبير في الفترات الاخيره على حساب طارق او على حساب النني، وبالتالي هو ماشي بشكل رائع جدا الفترات اللي فاتت، فما عندناش مشكله في وسط الملعب. النني تريزيجيه وصلاح، صحيح صلاح يعني مش شايف انه ليه بديل، لانه مش بس صلاح في سرعته وانهاء الهجمات، او صلاح كقيمه داخل الملعب بيشغلك لاعبين او ثلاثه من المنافس، وبالتالي بيكون عندك مساحات في فريق المنافس، ودي قيمه كبيره جدا جدا لصلاح. حتى في على مستوى الدوري الانجليزي وعلى مستوى ليفربول، صلاح كقيمه اصبح داخل الملعب في احساس بدايما خطورته، وبالتالي في اثنين ثلاثه واقفين مصدر توتر دايما للخصم او للمنافس. فصلاح الحقيقه البديل هيكون يعني اتمنى انه يكون يعني على قدر المسؤوليه. يعني ممكن في اسماء الحقيقه، يعني شايف في اسماء تالقت بشكل كبير مع في الدوري الفتره اللي فاتت. حط التشكيل، طب ما تيجي نحط التشكيل بتاع الماتش بتاع الجوله. يعني الشناوي حارس مرمى، بنتكلم في حجازي بالتاكيد موجود، هيكون معاه اعتقد بشكل كبير هيعتمد كابتن حسام البدري على الونش او ايمن اشرف. ناحيه الرايت هيكون موجود، يعني ناحيه ليفت هيكون اعتقد عبد الشافي موجود او ابو الفتوح، اعتقد هو بيعتمد على واحد من الاثنين. ناحيه اليمين مش عارف، ممكن يعتمد على اكرم توفيق، او يعني اكرم توفيق ماشي بشكل مميز جدا وعنده سرعات كبيره جدا الفترات الاخيره، وفي عمر جابر كمان. في وسط الملعب هيكون السوليه وطارق حامد. في الامام بالتاكيد ان شاء الله هيكون موجود محمد شريف او مصطفى محمد ايا كان، يعني اعتقد ان الاثنين متساويين بشكل كبير الفترات الاخيره، وان كان محمد شريف بيتميز انه بيشارك الفترات الاخيره وبيحرز اهداف كتير. مصطفى قعد كتير فتره طويله ما بيشاركش،
وبالتالي في فرصه كبيره جدا لاشراك محمد شريف. قفشه بالتاكيد هيكون متواجد. هيبتدي الطرفين يعني في اسماء كتير يعني ممكن، ولكن انا اعتقد ان كابتن حسام بدري يعني ممكن يرجح وجود المهاره شويه مع السرعه، ممكن يكون عبد الله سعيد، ممكن يكون رمضان في ناحيه اليمين، الاثنين واحد من الاثنين يعني. الناحيه عبد الله وقفشه يلعبوا مع بعض، وارد جدا. كابتن حسام عايز ينهي المباراه بشكل كبير، وممكن واعتقد انه الفتره الاخيره ممكن عبد الله شويه حس بالاجهاد، شفته في مباريات كتير كان عنده اجهاد، يعني لو جاهز بشكل او باخر ممكن يشارك مع قفشه، او قفشه في الناحيه دي في الحته دي لوحده. يمين وشمال او ناحيه اليمين وناحيه الشمال، هي اسماء برضو، في اسماء كتيره بذلت مجهود كبير الفتره اللي فاتت. يعني ممكن الطاهر، محمد طاهر موجود بشكل كبير، شحات منور قوي، شحات الفتره الاخيره متالق مع النادي جداً الاهلي جدا جدا الحقيقه، مش عايزين منه غير انه يحافظ بس على الفورمه والمستوى. اتمنى انه يكمل بهذا الشكل يعني. هو عنده الحقيقه امكانيات، خلي بالك احنا في فتره من الفترات هنا مش انتقدنا بشكل سلبي، ولكن قلنا ان حسين لازم ياخد باله ولازم يبتدي يركز داخل الملعب بشكل كبير، واعتقد من وقت ما اتكلمنا حسين شحات انطلق بصوره مميزه جداً. وان شاء الله يكون له دور مع كابتن حسام الفتره اللي جايه ان شاء الله. ايه الفريق اللي هينافس منتخب مصر في التصفيات بتاعه المجموعات؟ التصفيات شايف احنا في المجموعه دي معانا انجولا والجابون وليبيا. الاول فقط هو اللي بيصعد، شايف ده الاول لسه مش هيصعد. ده الاول هيروح لقرعه عشان يواجه واحد من العشرة الكبار على مستوى. طيب يعني عندك 10 مجموعات. أيوة. المتصدر هي هو اللي هيوصل للمرحله الثانيه اللي هي خروج المغلوب. 5 في 5 وخمسه يطلعوا. في منتخبات لسه كبيره، 5 في 5 دي خمسه كتيره جدا. لازم هتقابل حد طبعا، لازم هتقابل حد طبعا. يعني في اسماء كتيره جدا، يعني بتتكلم على اسماء كبيره جدا. انت بتتكلم احنا التصنيف الثاني، بالتالي التصنيف الاول فيه اسماء كبيره جدا، الكاميرون وغانا ونيجيريا والسنغال. الحقيقه منتخبات اصبحت دي هتبقى قرعه ما لهاش علاقه بالتصنيف. يعني هم هياخدوا ال10 الاوائل يعني. انا بتكلم على انك التصنيف الاول ده فيه اسماء كبيره جدا ممكن تواجهها في التصنيف الثاني. معاك التصنيف الثاني اسماء محترمه جدا برضه. صحيح. لكن في المجموعه مين دايما في كاس العالم دي بالذات المجموعه لازم تلاقي فرقه طالعه كده. انا شايف اختارهم انجولا. انجولا يعني عندهم منتخب بيبنوا من فتره طويله وعندهم سرعات كبيره جدا، والبدايه مهمه جدا خاصه انك هتبتدي مع انجولا في القاهره، وبالتالي يعني ان شاء الله الفوز فيها لابد منه ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا. نختم معاك بالسؤال الصعب بقى، حط لي تشكيله الاهلي المثاليه من وجهه نظرك نبتدي بيها الموسم الجاي. يعني اتمنى ان شاء الله انه يكون يعني الشناوي موجود ان شاء الله الموسم القادم، اتمنى ده. بنتكلم في خط بدر بنون وايمن اشرف او ياسر ابراهيم، الاثنين الحقيقه قدوا موسم مميز جدا. علي معلول نتكلم في كريم فؤاد. في وسط الملعب نتكلم يعني الثلاثه الحقيقه بالنسبه لي مميزين جدا. تمام. يعني اي اثنين منهم، ديانج او حمدي او فتحي او السوليه، الحقيقه الثلاثه مميزين جدا. الجيل الصعب بقى. يعني شوف انا شايف ان بيرستا ومكسوني هيكونوا فارقين في المستوى شويه. انا شايف من وجهه نظري الفنيه انه الاثنين مهاريا وبدنيا وذهنيا الحقيقه جاهزين بشكل كبير جدا، وسرعاتهم هتفرق كتير جدا عن والميزه الكبيره جدا ان في تفاهم كبير جدا مع مستر موسيماني، ودي بتفرق كتير جدا مع اللاعب لما يكون في المدرب مقتنع بالامكانيات، بتدي لك ثقه اكبر وبتدي لك يعني اداء افضل. فبيرستا وميكسوني وبالتاكيد يعني هيكون البدايه مع محمد شريف. بالتاكيد شريف. خليني قبل ما انهي معاك بس انا عندي سؤال سريع جدا. في مركز تاني او يعني لاعب تاني تتمنى انه ينضم للنادي الاهلي؟ شوف يعني في كلام كتير عن الشناوي، لو الشناوي يعني رحل لابد يكون في حارس مرمى. اكيد طبعا ده ماشي. انا شايف ان كل اللاعبين الفترات في كل اللاعبين اللي اتكلمنا عنهم او اللي كنت اتمنى انهم ينضموا للنادي الاهلي، انا شايف حال الست سبع صفقات، احنا بنتكلم في اربعه دلوقتي. ايوه. بنتكلم في ان شاء الله في صفقتين كمان ولا حاجه. من وجهه نظري شايف ان هم لو انضموا للنادي الاهلي مع عمار ومع احمد عبد القادر هيكون النادي الاهلي اكتمل صفوفه بشكل كبير جدا.
نورت الدنيا كابتن اشرف. قبل ما ينهي العقوبات كانت مهمه جدا جدا. أيوة. التوقيت يعني خلال يوم او اتنين، مع اني كنت اتمنى انه يكون مساء يعني بعد بعد المشكله اللي حصلت. العقوبات مش هتبقى صارمه ورادعه الا لما تكون في لائحه بتطبق على الكل. انا شايف ان العقوبه اللي حصلت على لاعب الزمالك شيكابالا والعقوبات اللي تمت على مش نادي الزمالك فقط ولكن على كل اللي حصل الفتره اللي فاتت، اعتقد انها عقوبات صارمه وهتردع كل من يحاول بعد كده ان يخرج عن النص. بشكرك كابتن اشرف، بشكر حضراتكم على المتابعه. نتقابل بكره في نفس الميعاد، لقاء جديد والسادسه، تحياتي لحضراتكم.